أزوري إثنى إسماء أنسون في شون غد الواء نمسسة. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في قناة التناسق. اليوم غادي نخصص هاد الحلقة هادي للارتماء هكذا للارتماء داخل الأحزاب السياسية. شنو هما المشاكل اللي ممكن تعانيها القضية الأمازيغية بصفة عامة في أي انزلاق غادي يصدر من الحزب، ويعني وشنو نفهموا هاد القضية ديال الارتماء داخل الأحزاب السياسية. أول سؤال اللي كنطرحو انا ما بغاش يتفهمني وكيضحكني بزاف هو كيفاش هذا الحزب هذا كيعيط للمناضلين، يعني كيرحب بالمناضلين يعني وبشكل علني بشكل في الوسائل الاعلام الى غير ذلك. ربما يبقى في اعتقادي انها اضحوكة. لماذا؟ لان هذا الحزب هذا ماشي حزب اجنبي، حزب مغربي يشتغل من داخل مؤسسة الدولة. ثاني حاجه، هذا الحزب هذا مكون من مناضلين مغاربه يعني امازيغ. باش تعيط ولا باش تنادي على دوك الناس يناضلوا من داخل الحزب، هذا كيعني شيئا الفشل من جهتان. هناك الفشل من تجاه الحركه الامازيغيه، ربما انا هكذا احلل هذه الظاهره، ربما الحركه الامازيغيه كانت منعزله عن الاحزاب يعني وكانت راديكاليه الى 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 حد ما ومتخلفه عن الاحزاب، او الاحزاب متخلفه عن الحركه الامازيغيه عن نظرات يعني الانسان الامازيغي. انا كنمثل هذه القضيه ديال استدعاء ومحاوله استقطاب المناضلين بين قوسين، مناضلين بين قوسين، لا اقول مناضلين لا اجزم في القول، ولكن استقطاب بعض الاشخاص الذين يناضلون في سبيل او على سبيل القضيه الامازيغيه هو بمثابه تشاور او مقاول. عنده واحد عنده بزاف ديال المشاريع، كيجيب كيجيب كل واحد كيجي فاش كيفهم، غادي يجيب واحد البناي، غادي يجيب واحد السباغ، غادي يجيب واحد التريسيان، غادي يجيب يعني اللي مكلف بلا كليماتيزاسيون، غادي يجيب يعني هاد يستدعي المهنيين بهاد المفهوم هذا. العمل الحزبي والعمل السياسي راه كاين اختلاف بين العمل السياسي والاختلاف بين العمل الحزبي من طبيعة الحال. كما قلت هاد التناقضات اللي كاينين غير في هاد البداية كتبين على الهشاشة ديال الممارسة السياسية والممارسة الحزبية في المغرب. النضال الأمازيغي يحتاج إلى فئة مثقفة، وأقول فئة مثقفة لأن المثقف دائما هو الذي يوشي عمل الدولة. كيف؟ بالإصدارات، بالمقالات، بالأبحاث، بجمع المتون، بمجموعة من الأشياء. فالقضية الأمازيغية ناضلوا عليها الأجيال والأجيال والأجيال، وأيضا تناضل عليها حاليا يعني فئة عريضة جدا ولا علاقة لها بالأحزاب. صحيح أن لك الحق في الممارسة السياسية والممارسة الحزبية، يعني ولسنا متطرفين ولا نكن عداوة لحزب معين، وليست لنا إشكالية مع أي حزب، نعم، ولكن نقول أن من يدعي التثقيف والمثقف يجب عليه أن يبتعد عن السياسة حتى يحاول ويستطيع توجيه هذه الأحزاب وتوجيه مؤسسة الدولة كي تجيب عن تطلعات الشعب الأمازيغي والنضال الأمازيغي بصفة عامة. فهنا أقف وقفة وأتأمل ماذا سوف يحدث مثلا إن كان هناك انزلاق في حزب. الأمانة العامة ديال الحزب غتخرج لنا بشي بيان ولا غتخرج لنا بشي تصويت ضد شي يعني شي ترافع او شي قانون او يعني شنو غادي يكون؟ يعني هاد الناس واش غادي يتم يعني العوده للوراء؟ وهذا امر مستحيل.
سيكون الإنسان هنا في موقف الحربائية ومع احتراماتنا للحربائية نظرا لطبيعتها لما تتميز به من طبيعتها جعلتها تتحربأ، أما الإنسان فهو مدبر يعني ذو عقل مدبر يفكر ويميز ويجب عليه أن يتحلى بسياسة الرشد والعقلنة والتفكير والرزانة وإلى غير ذلك. والسؤال الثاني، لماذا حزبين؟ لماذا هؤلاء الأشخاص اختاروا حزبين وفقط مع العلم أن جميع الأحزاب تشتغل داخل مؤسسة الدولة؟ هذا ربما هناك مشاورات في الخفاء ثم إظهارها للعلن. هناك لا يعني لا أستطيع أن أعبر أكثر من هذا لأن الكل يفهم، وفقط من يمارس السياسة ومن يمارس العمل الحزبي هو يفهم هذه اللغة. يعني هناك كواليس طبخت لسنوات كي يتم استقطاب مجموعة من المناضلين ومحاولة ردع النضال الأمازيغي. وكما قلت في الأول أن الحزب يجب عليه أن يكون راكما ما يجب مراكمته في هذا المستوى. الأحزاب السياسية المغربية لم تراكم شيئا في هذه في القضية الأمازيغية، لم تراكم شيئا، وأنا أتحدى يعني الجميع أنهم يقدمون الأدلة حول يعني العمل الحزبي اللي راكمه. ما كاين حتى شي حاجة. كاين المذكرة وزارية معينة اللي كتخدم اللغة فقط، اللغة الأمازيغية هكذا. كاين خطاب ملكية، خطاب سامية، خطاب 94، كاين خطاب أجدير، كاين كذلك دستور المملكة اللي ما تمتش الترجمة ديالو بطريقة اللي بتطلع يعني بشكل يجيب على التطلعات ديال المناضلين داخل الحركة الأمازيغية. هذا يعني هذه الأحزاب لم تراكم شيئا ما، فقط هؤلاء. أنا لا أعرف كيف تم اختيار هذه الأحزاب وبهذه الشكل وبهذه الوتيرة. أستغرب يعني جدا. إذا كنا نود أن نناضل من داخل الأحزاب فيجب علينا أن نناضل في كل الأحزاب. يعني دائما لا نجعل يعني لا نعزل أحزاب عن أحزاب أخرى، ولكن هي منطقيا العمل النضالي الأمازيغي لا يتم بالأحزاب وخاصة المثقفين، أما الأناس العاديين الحرفيين والمهنيين وغير ذلك يعني في مجالات معينة يمكنهم الالتحاق بالحزب والنضال من أجل هذه الأشياء والترافع عليها. ولكن رغم أننا نعرف أن الأحزاب دائما تحاول ترجمة فلسفة الدولة لا غير، أما المثقف يجب عليه أن يبقى مستقلا موضوعيا مع ذاته أولا ثم مع المحيط، ونقل معاناة وما تعانيه اللغة والثقافة والتاريخ الأمازيغي. وكذلك يمكن أن نقول أن التاريخ الأمازيغي كافي أن يناضل. إعادة القراءة في التاريخ الأمازيغي يناضل، حتى المؤسسات إذا قرأت في التاريخ الأمازيغي والمراكمة النضالية هي كافية بالنضال، يعني لا حاجة لهم بالارتماء بهذه الطريقة. يعني لك الحق أن تناضل كما شئت، ولكن أن تتحدث باسم الأمازيغ والأمازيغية داخل حزب معين ويعني تتهرب من أحزاب أخرى فهذا ربما ليس من الصواب، ويعني لم يتحلى بشيء من الرشد والعقلانية. ولكن هناك حركة أمازيغية من الجيل الجديد تحاول دائما أن تجيب عن هذه الإشكالات، وهذا كان متوقع قبل يعني سنوات، وكانت فيه هناك رؤى، هناك زوايا مختلفة كانت ترصد كل التحركات التي تحدث، ونحن دائما سوف نقف عند العديد من المحطات، سوف نعبر عليها بطريقتنا الخاصة. نعم سوف نحاول
التوجيه كل ما يمكن توجيهه ونبقى مستقلين عن كل هذه عن كل هذا النظام السياسي والحزبي. دائما نقدم المواقف ونضع قراءات، وكما قلت في الأول أن المثقف يجب عليه دائما أن يكون موجها لا غير. فبهذا يعني نصل إلى نهاية هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكذلك الإعجاب بالفيديو إن أعجبكم، وأمسية سعيدة لكم. أيثما ديسما لون تنيخ تنكفوس النون تنمية النوشية.